مشاهدينا اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله. الازمه السياسيه بالبلاد لا زالت لم تراوح مكانها رغم المبادرات التي تخرج او تطرح من هنا او هناك، الا ان التمترس خلف المواقف سمه بارزه تغطي على المشهد العام الذي بات قاتما الى حد يصفه البعض بالمستحيل في التوصل لنقطه وسطى تنهي حاله الاحتقان، رغم الضبابيه في الرؤيه التي تسود ذلك المشهد الغريب المتكرر. خرجت لجان المقاومة بولاية الخرطوم لتعلن عن ميلاد ميثاق أطلقت عليه تأسيس سلطة الشعب، ليجد تلك السياسية مثقلة بالمناكفة والتشظي والخلاف حول البقاء والكراسي. لجان المقاومة وضعت الحصان أمام العرب ووضعت في الوقت نفسه القوى السياسية أمام تحدي كبير. الميثاق عقب ميلاده أثار جدلاً كثيفاً في الساحة السياسية ما بين مادح وقادح، ومع ذلك يظل فعل سياسي تحتاجه الساحة. فما هي مواقف القوى السياسية منه؟ وهل يمكن أن يقود إلى لحمة قوى الثورة أم يسهم في مزيد من التشظي السياسي؟ إذن أهلاً بكم مشاهدينا، حلقة اليوم من دائرة الحدث، الملف ميثاق تأسيس سلطة الشعب الحصان أمام العربة. نرحب بضيوفنا داخل الاستديو، مهندس عادل خلف الله القيادي بالحرية والتغيير المتحدث باسم حزب البحث. أهلا بك وسهلا وبدائرة الحدث. أهلا بك، ونرحب بالأستاذ أحمد عصمت المتحدث باسم لجان المقاومة مدينة الخرطوم. أهلا بك. أيضا مرحبا بك أستاذ خالد أبو حميدان عضو تجمع الميثاق الوطني. مرحبا بك أستاذ. أهلا بكم. ميثاق لجان المقاومة الذي خرجت به لجان المقاومة، يعني التعليقات انهالت عليه ما بين مؤيد ورافض للميثاق، ما هو تعليقكم عليه؟ نبدأ معك مهندس عادل خلف الله. أنا أبدأ بالتحية لاستمرار شعبنا في المقاومة، شهداء وجرحاه وأسرهم، ولكل القوى المتمسكة بمقاومة الانقلاب وصولا إلى إسقاطه. مقدمة الحلقة والاستهلال بالموقف من ميثاق لجان المقاومة في ولاية الخرطوم، أبدأ بالتأكيد على أنه الأفق ليس مسدود بشكل عام، الأفق مسدود أمام قوى الانقلاب، باعتبار أنه الآن دخلنا في ما يقارب الشهر الرابع للانقلاب، باختصار شديد لا حكومة في البلاد، ليس هنالك رئيس لمجلس الوزراء، تخبط في دولاب الدولة أشار له مؤخرا أحد وزراء الانقلاب وهو الدكتور جبريل. أما أمام شعبنا فالأفق مفتوح، الاستعداد عالي للتضحية، وأيضا الاتفاق حول الحل، إنه لا حل سوى إسقاط هذا الانقلاب، ليشكل إسقاطه مدخل لاستئناف مسار التحول السلمي الديمقراطي الذي جاء انقلاب 25 أكتوبر لقطعه. المبادرات في التقدير أيضا المتعددة هي بتؤكد حيوية الحراك السلمي وما أعطته انتفاضة ديسمبر الجسورة، يعني من طاقة ثورية. كل الانتفاضات اللي تزامنت مع انتفاضة ديسمبر 2018 أو جاءت بعدها انحسرت أو راوحت. نعم. الانتفاضة الوحيدة في العالم الآن وهي تشكل ظاهرة هي انتفاضة السودانية بحيويتها وبتجددها، وبالتالي لا نبتئس من تعدد المبادرات قيمتها، وبالذات الآن إذا الحلقة إذا في رأيك هي تشكل حيوية للحراك السلمي. نعم. إذا أيضا أستاذ خالد أبو حميدان، يعني ما رأيك في الميثاق؟ نريد تعليقكم بعد أن خرج، هناك يعني تعليقات انهالت عليه ما بين مؤيد ورافض. في البدء بنجي تحية لشهداء الثورة السودانية وشباب لجان المقاومة، يعني لأنه جزء من المكون السوداني الأصيل. رأينا في المبادرة وهو الميثاق الطرح من لجان المقاومة نحن نرحب به جدا، يعني لأنه ما خاب من استشار، وهي إنسان قدم رأيه نحن نرحب به جدا، يعني قدر من نوسع الدائرة بتاعت المشاركة أفضل بالنسبة للوضع السوداني، حتى الناس اللي عندها تحفظات عليه، وحتى لو ما بنرفض تماما، بنأيد الخطوة الشجاعة اللي قدموها لجان المقاومة في ولاية الخرطوم، وقبليهم برضو قدمت نفس الخطوة من لجان المقاومة في ولاية الجزيرة، ونفس الخطوة من مايرنو وشمال كردفان
هي خطوات صحيحة وإن شاء الله في الطريق الصحيح إن شاء الله. نعم، إذا تأييد لهذه الخطوة من أستاذ خالد أبو حميدان، وأيضا رأي مهندس عادل خلف الله بأن كثرة المبادرات تدل على حيوية الحراك السلمي. يعني أستاذ أحمد، يعني هل الميثاق المطروح من قبل اللجان المقاومة الآن في رأيك سيكون بديلا لكل المبادرات المطروحة الآن على الساحة، وخصوصا مشاورات فولكر الذي لا زال يجريها؟ والله طبعا اكيد هو دي الفكره اساسا من الميثاق. يعني الميثاق السياسي ده كان يعني اول وثيقه سياسيه تمرق بالتمثيل الواسع ده، التمثيل الواسع لكل اطياف الشعب السوداني. يعني لاول مره ما بيقعدوا 5-6 نفر ويقوم يقرروا ويكتبوا وثيقه سياسيه مفترض باقي الشعب يمشي عليها. الميثاق فكرته الاساسيه اساسا انه يوحد لجان المقاومه، يعني بفكرة إنه دي مطالبنا ودي شكل الدولة الدائر إنه يعني وده الطريقة اللي هنسلكه بالميثاق ده، هيحدد طبيعة التحالفات بتاعتنا والخطوات اللي هنتخذها لحد ما نسقط الانقلاب ده وما بعد ذلك. يعني أصلا المبادرة بتاعت فولكر أو أي مبادرة كان يعني بتتضمن إنه الناس تقعد وتتفاهم مع الانقلابيين كانت مرفوضة تماما، يعني ولحد اللحظة مرفوضة، والكلام ده مكتوب في الميثاق يعني إنه كل من شارك الانقلابيين نفسهم، يعني ما في أي زول هيقعد معهم، وكل من شارك الانقلابيين ما في زول هيقعد معهم وما مرحب به إنه يوقع في الميثاق. فدي الفكرة أساساً بتاعت الميثاق، إنه هي تجي تحدد طبيعة الحراك الحاصل حسي. يعني اللجان هي اللي بتدعو الناس وهي اللي بتمرق الناس الشارع، وحالياً هي قائد الحراك على مستوى الشارع، التظاهرات على مستوى الشارع دي. فطرحت الميثاق ده على اساس انه تدي الحراك ده خط سياسي واضح. الخط السياسي الواضح ده هيلغي اي حاجه دونه، يعني بالنسبه للجان ده في من منظور اللجان، ما كل كله بما فيها يعني اقصاء القوى السياسيه. طبعا يلا، هو الميثاق ده يعني المعاو يجي يوقع جدا، ما في اشكاليه من القوى السياسيه المتفق مع اللجان بعد ما اللجان تتوحد ذاتها في نفسها. يعني مثلا يطلع الولايات كلهم يجوا يعني ويطلعوا بميثاق واحد، حتى بعد ذاك الزول اللي بينفع او الجهه السياسيه اللي بتنفع مع الميثاق ده ممكن تجي توقع. يعني ما بزول التوقيع يعني بعدم ملاحظات يعني من القوى السياسيه ولا في ملاحظات منها؟ طبعا الملاحظات يعني حسي حاليا الميثاق طلع من ولايه الخرطوم ده، لو يعني مكتوب فوق انه ده ما النسخه النهائيه، يعني اي زول ممكن يقدم ملاحظاته، والملاحظات طبعا مرحب بها، ملاحظات يعني ما بتلغي الجوهر بتاع الميثاق اساسا، لانه الفكره اساسا في جوهر الميثاق اللي هو انه يمرق من ناس كميه الراي يكون راي الاغلبيه من هنا ولقدام. دي فكره الميثاق، من هنا ولقدام الراي راي الاغلبيه. نعم، اذا هناك ترحيب لملاحظات من القوى السياسيه، لكنها يعني يتحدث استاذ احمد بانها يجب ان لا تلغي جوهر الميثاق. دعونا نتحدث معكم عن نظرة المواطن البسيط، المواطن السوداني الذي ينتظر القوى السياسية ما لها وما عليها. نظرة المواطن البسيط للقوى السياسية بشقيها، القوى السياسية بشقيها المعارضة وأيضا التي هي جزء من إجراءات 25 من أكتوبر. الآن المواطن البسيط ينظر لهذه القوى السياسية بأنها ليست لديها قيمة، لأن هذا الميثاق سحب الوساطة ومنها ومن فعاليتها. كيف تنظرون إلى هذه الفرضية؟ والله أنا أعتقد إنها هي زي ما سميتها فرضية. إذا حبينا نحتكم لا لأرض الواقع بنلقى إنه لا وجود لها. وأستهل بما أشار له الأستاذ أحمد عصمت في إنه الميثاق أولا، وده اللي إحنا بنعتقده، بيستمد واحدة من قيمه الأساسية في قدرته في إنه يوحد أولا لجان المقاومة، وبما يحافظ على استغلاليتها وديمقراطيتها. وكما هو معلوم ظهرت عدة مواثيق بأسماء عدة لجان أشار لها الأستاذ الضيف، إضافة لها الشمالية، كردفان، دارفور، وتعددة زي ما أنا أشرته هو بدليل لحيوية وتأكيد على الطبيعة الديمقراطية بتاعت لجان المقاومة باعتبارها هي تنظيم قائم أفقي ما عنده قيادة مركزية. وشيء طبيعي جدا أنه تطلع المبادرات دي. بيبقى فعلا المهم أنه كيف يبقى الميثاق ده مبتدر لحوار داخل لجان المقاومة وداخل تكوينات شعبنا كلها، عشان ما يبلور
رؤية وفاقية مستفيدين منها من التجربة السابقة، اللي هو يعني لو رجعت من 2010 بداية تشكل مغاومة لانقلاب سلطة الإنغاز، وفي نفس الوقت هاتفة بإسقاطة بمغاومة مستندة لإرادة الشعب السوداني بالإضراب السياسي والعصيان المدني. بدت كتلة كنا جزء منها وما نزال اسمها الإجماع الوطني. مع تصاعد الانتفاضة واستنهاض الحركة الجماهيرية بدأت تكتلات أخرى، بلغت 5 تكتلات أعلنت في مطلع يناير 2019 قوى الحرية والتغيير، فقايمة على الفكرة دي إنه التوسع. شنو اللي بيبقى المعنى من بينجز من الميثاق؟ تقبل وجهات النظر الأخرى، تكوين منبر تتوحد فيه كل المبادرات دي بما فيها مبادرات أخرى، يعني طالعة من أحزاب، طالعة من تجمعات مهنية، طالعة من جامعة الخرطوم مخرجين كذا كذا. لأنه الهدف شنو؟ الانقلاب ده، ولا أعتقد أنه ده غايب عن شبابنا وشاباتنا في لجان المقاومة، التركيبة بتاعته وسنده المحلي والدولي ومخاطره على السودان خلته انه عشان ما ينجح في انقلابه يستند للعدو الصهيوني. التركيبه دي بطبيعه المصالح اللي فيها يستحيل على مكون واحد او على رؤيه احاديه او على رؤيه متفرده انها تواجه الانقلاب وتسقط وتفتح الطريق امام التحول الديمقراطي. يسقط الانقلاب بحشد اوسع اراده شعبيه من مختلف المكونات. والان ده بنلاحظ انه لجان الانتفاضه السودانيه، انا قاعد اقول في كتاباتي عنها، اخذت طابع ملحمي، بقيت تلقى فيها من الطفل للشيخ الكبير في السن. في انقى غريه حتى ما فيها زول قد يكون عنده تلفون يصورهم، بتلقون بيطلعوا مظاهره بالتزامن مع موعد المظاهره او المواكب المعلن عنها. فأخذت يعني الطابع الشعبي ده. الجميل إنه كمان أصبحت تتنوع في سياغة، موكب تعني له أسر المعتقلين، موكب تطلع له تدعو له أمات الشهداء عليهم الرحمة، مواكب متنوعة، الكنداكات، نساء ضد الانقلاب، لجان المقاومة. ده من المهم جدا إنه المكونات الشعبية دي كلها يبقى الميدار الميثاق طرحه دعوة لها في إنها تدير حوار واسع حوله، تطوره وتوحد رواه وصولا لأننا نكون جبهة شعبية واسعة للديمقراطية والتغيير، توصل نضالاتنا دي لمرحلة حاسمة هي مرحلة الإضراب السياسي والعصيان المدني. ينتزع السلطة من الإنقلابيين ويسلمها لهذه الإرادة الشعبية. إذن أستاذ خالد أبو حميدان، يعني الآن مهندس عادل خلف الله يتحدث عن أن الميثاق يبلور رؤية موحدة وذات طابع شعبي، وأيضا الميثاق يعني بيوحد لجان المقاومة في كل أنحاء السودان. دعنا نتحدث معك عن المشهد السياسي بعد الميثاق الآن. برأيك هل عقب إعلان الميثاق يعني سيتم إعادة تشكيل المشهد السياسي من جديد أم سيكون كما هو في رأيك؟ في البداية نحيي الأستاذ عادل على الإضاءة القدمة. هو الميثاق في رأينا يعني ما حيعيد تشكيل المشهد السياسي بالكامل. أي نعم هو وحد قطاعات واسعة من الشعب السوداني وده شيء جميل تماما، لكن عندنا مآخذ على الميثاق. يعني حتى الميثاق تحدث تقريبا في الصفحة الثانية الفقرة الثانية تحدث عن الانقلاب الثاني، كأنما أشار ضمنيا إلى ما حدث في 11 أبريل كان انقلاب أول. دي نقطة. النقطة الثانية إلغاء الوثيقة الدستورية. إلغاء الوثيقة الدستورية بتلغي تماما كل المجهود الذي بذل من قبل الحرية والتغيير. حتى أشاروا أن إلغاء الوثيقة الدستورية وإلغاء كل المراسيم المترتبة عليها من 11 أبريل 2019. لو مرت البنود دي هترجعنا للنقطة ما بعد الصفر. لأنه في إنجازات كبيرة حققت. أنا ما ممكن أنا ما ياخذ الإنجاز ككامل يا خليه كامل. أنا لو خليته كامل حخسر موضوع السلام، حخسر موضوع العقوبات الدولية، حخسر الاجتهادات اللي قدمتها الحرية والتغيير في السابق كامل.
ده المأخذ الثاني. المأخذ الثالث الإخوة في لجان المقاومة تحدثوا عن مراجعة اتفاقية السلام. هو طبعا المطلب ده شأن يخصهم يعني، في النهاية هي المبادرة حقتهم ما حقتنا نحن. أما مراجعة اتفاقية السلام جوبا هترجع الناس لمربع الحرب، وهذا أخطر ما في أخطر ما في الأمر. لابد أن يتم النظر لموضوع السلام برؤية خاصة، لأنه الليلة عندنا تكتلات مسلحة كبيرة جدا موجودة داخل المدن السودانية، وحتى هي رافضة إنها تطلع خارج المدن السودانية. أي ما حتطلع أصلا. أنت حتلغي اتفاق السلام أو أنت حتجر فوق وهي قلم، حيعتبر الاتفاق لاغي. الاتفاق اللاغي حنكسب زي ما يقولوا أعداء كتار بالنسبة للمشروع بتاع ميثاق لجان المقاومة. لابد من النظر في النقطة دي بتمحيص كثير جدا. أما مجمل النقاط، هو تقريبا كانوا متكلمين عن 8 محاور أساسية يعني، هي دارت عليهم المبادرة حقتهم، ما عندنا فوق اختلاف كبير. جوهر مؤسسة الحكم والعدالة الانتقالية، هي كلها أشياء جيدة جدا يعني، ما فوق إشكال. نعم. فقط الإشكال يوجد في 3 نقاط التي ذكرتها. نعم. إذا بعد التفريد الذي تحدث عنه أستاذ خالد أبو حميدان يعني، والخسارات التي يمكن أن تحدث وأنها يمكن أن تعود بالناس إلى مربعات كانت في السابق مربعات أولى، أنت تحدثت أنه لا ترحيب بالمبادرات التي جلست مع العساكر، وأيضا تحدثت عن أنه يمكن أن تكون هناك ملاحظات لكن لا تلغي جوهر الميثاق. الميثاق تحدث عن الحلول الجذرية فقط أستاذ أحمد، يعني استبعد إجراء الإصلاحات، منها ما يتعلق بالتفاوض أو الحوار أو الاستمرار، تحديدا استمرار الجيش في الحياة السياسية. نريد موقفكم من ذلك بعد هذا التحديث وهذا التفنيد وأنه لا إجراء للإصلاحات. طيب، أنا في نقطة يبدو أنه لازم أوضحها، أنه الميثاق ده يعني هو ما مبادرة. الميثاق ده حاجة هيتواثق، يعني فكرة الأساسية يتواثقوا عليها لجان المقاومة. ده اللي بيحدد لهم طبيعة التحالفات بتاعتهم، ده اللي هيحدد لهم المسار بتاعهم زي ما قلت في البداية. إذا الملاحظات مطروحة زي ما في السوشيال ميديا، أو للشعب للقواعد في الحلة ليه عشان يعني الخرطوم تطلع برؤية نهائية منها تمشي لباقي الولايات تتوحد معها. في ده الميثاق في الفترة الحالية دي فكرته كده. فبيبقى إنه الميثاق ذاته ذكر إنه ما في يعني الناس اللي قعدت مع الانقلابيين ما هيوقعوا هنا، فما ممكن ملاحظة تجي من ناس قعدت مع الانقلابيين نهائي بأي طريقة ما. فكويس جدا إنه الناس رجعت أو ذكرت نقطة الاتفاق السياسي الفات والرجوع لمربعات أو إلغاء الوثيقة الدستورية وكذا. فأنا هنا السؤال بيبقى اللي هي الرجوع لشنو، هو يعني اللي تغير شنو في الفترة اللي فاتت، فترة 3 سنين من 11 أبريل لحد اللحظة اللي تغير شنو. الواضح قدامنا إنه يا هو نفس الجهات الأمنية لسه بتقتل في الناس، لسه الأوضاع الاقتصادية متردية جدا، لسه ما في أمن، ما في عدالة، لسه في مجازر واغتصابات. في فترة الثلاث سنين الفاتت دي حصلت أكثر من 3-4 مجازر في دارفور يعني، وفي الحرب الأهلية، وما في مثلا في بورت سودان وكسلة وكذا. فهو يعني صراحة الشعار اللي بيقولوا الناس في الشارع حق وينو السلام وينو، يعني ده شعار حقيقي. عشان كده حتى اللجان لما كانت بتتكلم في موضوع السلام، بند السلام بالذات تحديدا، كانت بتتكلم في انه يا اخي حق ناس انه يتكلموا في موضوع السلام هم لجان مقاومة دارفور. نعم. لجان مقاومة دارفور بتنسيقياتها المختلفة هم حق ناس يتكلموا في الميثاق. حتى كان في ممثل من لجان مقاومة نيالا بيتكلم معي في انه الوضع عندهم مختلف، يعني الوضع لسه مستمر زي ما هو. القتل مستمر، النهب مستمر، كله مستمر. فاللي تغير شنو ايوه بالضبط، فاللي تغير شنو عشان نرجع له اساسا. بعد حديثك هذا يعني مجموعه الميثاق الوطني هي خارج التضمين الميثاق، يعني الم لن يتم تضمين ملاحظاتها في الميثاق؟ اكيد طبعا، لانه بكل بساطه الكلام ده مكتوب في الميثاق ذاته، انه لا جلوس مع الانقلابيين. كل الموقعين أو قاعدين حاليا مع الانقلابيين في الحكومة ما في أي تفاوض أو
مفاوضات معهم وملاحظات تجي منهم والتوقيع ولا يوقع ذاته حتى على الميثاق، حتى لو عجبهم يعني الميثاق ما 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 لا يحق انه يوقع عليه، لانه بكل بساطه قاعدين مع الانقلابين لسه لحد امبارح بيقتلوا في الناس في الشارع، يعني في المظاهرات في ناسنا نحن ذاتنا لان احنا بندعو للمظاهرات لسه الناس بتموت في الشارع. والشعار يعني انا شايف الحاجه يعني مع الزمن من 25 اكتوبر لحد اللحظه حتى المصطلحات اللي بيستعملوها الناس لوصف الانقلاب والانقلابيين تغيرت، يعني بقى الموضوع احتقان سياسي، بقى ازمه سياسيه، يعني الموضوع تحول من انقلاب فجاه لازمه سياسيه ويفترض يتفاوضوا. نعم، لكن جلوسهم مع الانقلابيين هو وفق الاتفاق جبل السلام. ما يلا ده الكلام المذكور في الميثاق ذاته، وحسي انا قلته اتفاق جبل السلام. وينه السلام؟ ده السؤال بيبقى هنا. الحاجة دي كانت بكل بساطة أو فترة الثلاث سنين الفاتت دي بكل بساطة كانت فترة يعني حافظت على النظام في الكور بتاع النظام بتاع الإنقاذ زي ما هو، يعني ما تغير شيء فعليا. جهاز الدولة ده قاعد زي ما هو، جهاز الدولة اللي بيقتل بيسرق بيغتصب بيعمل كشات، يا هو زي ما هو قاعد. ويتضمن في ذلك اللي هو موضوع الحروب والمجازر والسلام. فمن الواضح يعني الواقع بيورينا انه الحاجات اللي حصلت في الثلاث سنين اللي فاتت دي كلها كانت حبر على ورق يعني. وزي ما شفنا يعني جو الانقلابيين زي حوابي جرد قلم، يعني زي ما دي كانت حبر على ورق حاليا الانقلاب برضه حبر على ورق، لكن اللي بيحصل في الشارع دائما مختلف. نعم، اذا سنعود ونتواصل معكم فيما يخص ميثاق تاسيس سلطه الشعب الحصان امام العربه، لكن مشاهدينا بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا في حلقه اليوم من دائره الحدث التي نتحدث فيها عن ميثاق تاسيس سلطه الشعب والحصان امام العربه. نرحب بضيوفنا داخل الاستوديو المهندس عادل خلف الله القيادي بقوى الحريه والتغيير والمتحدث باسم حزب البحث. اهلا بكم مجددا وبمشاهدي 24 سودانية. اهلا بك استاذ احمد عصمت المتحدث باسم لجان المقاومه، ومرحبا بك من جديد استاذ خالد حمي ابو حميدان عضو تجمع الميثاق الوطني. قبل الفاصل يعني كنا قد تحدثنا مع أستاذ أحمد رسمت عن الحلول، الميثاق تحدث عن الحلول الجذرية فقط ولم يستصحب معه الإصلاحات، يعني نريد موقفكم من ذلك. أنا يعني أبدأ أولا لو سمحت أعلق على حديث الأستاذ خالد حول ما مذكور في الميثاق حول الدعوة لإعادة تقييم أو مراجعة اتفاق سلام جوبا. وده حقيقة إحنا برضو في حزب البعث العربي الاشتراكي داعين لمراجعة اتفاق سلام جوبا بحيث يكون سلام شامل وسلام معزز للوحدة الوطنية وسلام مرحلتين، الأولى في وقف الحرب، ده اتفاق ما بين السلطة والفصائل المسلحة، لكن بناء السلام ده مهمة كل السودانيين، لأنه كل السودانيين دفعوا تكلفة الحرب، وفي نفس الوقت كل السودانيين وأصحاب المصلحة والنازحين هم معنيين بأنهم يشاركوا في بناء السلام. وعلى هذا الأساس هي دعوة نحن بنتفق معها، وفي نفس الوقت بتنطلق من حرص على السلام المستدام والمعزز للوحدة والمحقق للتنمية المتوازنة، مبدئيا ضد الحرب مبدئيا مع السلام. فيما يتعلق ب الميثاق تحدث عن الحلول الجذريه فقط. الميثاق انا داير اولا حاجه وانتهز فرصه متحدث باسم لجان المقاومه معنا في الاستوديو، انه تنظيمات الحزب البعث العربي الاشتراكي في العاصمه القوميه اعدت رد في تقديرنا رد رصين جدا، ماسك الميثاق فغره فغره ومغيمه ومقترح بديل وحيعلن عنها قدم. الميثاق حقيقة وقفة في تقديري وقفة ذكية فيما يتعلق باستخدام مفهوم الجذرية. الميثاق فيه كثير من المفاهيم اللي في تقديرنا دائرة تتوضح، والسؤال اللي بيطرح نفسه شنو البديل الجذري ده؟
ما إذا جبنا قوة من أقصى اليمين أو من الوسط أو من الشمال بتقوم بإصلاحات في نظرة دي إصلاحات جذرية. في شنو المقصود بالإصلاحات الجذرية؟ المفاهيم محتاجة نحددها. وفي نفس الوقت هل الفترة الانتقالية هي فترة بتحقق بديل جذري؟ الفترة الانتقالية هي فترة توافقية بتقوم على برنامج توافق يوفر في نظر حزب البعث العربي الاشتراكي وهو الحرية والتغيير تأسيس أولا قائم على تأسيس انتقالي جديد عمود الفقري سلطة ديمقراطية مدنية كاملة تنهي الدور السياسي اللي قاعد يتم باسم القوات المسلحة وتقوم القوات المسلحة كواحدة من مكونات الدولة السودانية مثلها مثل كل المكونات بوظيفتها المحكومة بقانونها وبالدستور حماية البلد أمنها سيادتها واحترام وحماية النظام الديمقراطي اللي بيختاره الشعب السوداني. نعم. يمكن مصطلح حلول الجذرية أنه لا جلوس مع الجيش في الحياة السياسية أيضا. لا هو وارد بشك في 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 عدة في الميثاق في الميثاق في عدة مرة زي حديث عن قوة الثورة أهداف الثورة مهام الثورة دي بتحتاج وحيلقوها يعني مكتوبة عندنا دائرة تحديد. متكلم الأستاذ استهلا بالفقرة الثانية فيه مسألة السلطة الانتقالية ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ما محددة مهام الفترة الانتقالية هي شنو كتسلسل. أنا بعتقد في دي الوثيقة الدستورية تم الانقلاب عليها محددة في الفصل الثاني 16 هدف انتقالي ومحددة آلياتها. في المقابل والتعميم ده أيضا بنجي بنلقاه في سننتظر يوم غدا نستقبل ورقة فيها ملاحظات مكتوبة حول الميثاق ومطروحة بدائل. نعم. لكن الحرية والتغيير وأنت قيادي في الحرية والتغيير يعني بطرفيها الحرية والتغيير بطرفيها لم تعلن موقف أو تدلي برأيها حول الميثاق. في رأيك هل لديها تحفظات أم هي تعتقد بأنه لا يستحق التعليق عليه؟ لا أنا من جانبي بتحدث عن قوى الحرية والتغيير وبعتبر إنه قوى الحرية والتغيير هي واحد لا شريك له. المسميات الأخرى دي يعني أنابيب أو مسميات أنابيب خرجت من معمل القوى الإنقلابية. ما تزال قوى الحرية والتغيير هي أوسع تحالف وطني بيضم القوى الرئيسية في البلاد السياسية والاجتماعية. إذن لماذا تحفظ ولماذا لم تدلي؟ لا عندها اجتماع غدا الساعة 11 في دار حزب البعث العربي الاشتراكي لمناقشة هذا الموضوع وموضوعات أخرى. أنت أدليت بتصريحات؟ نعم تصريحات بتطالع باسمي باسم المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير. ولكن تحدثت عن أن الميثاق هذا هو إقصائي إقصائي. نعم لديك التصريحات بأن الميثاق هو ميثاق إقصائي بالضرورة. كل من يطلع عليه بكل من الصحافة طبعا وانت صحفية وإعلامية بتهتم بالإثارة. إحنا الرأي اللي قدمناه في الميثاق ما بغرض الإثارة بقدر ما إثارة. على ماذا كان استنادك بأنه ميثاق إقصائي؟ كالأشار له أستاذ أحمد قبل شوية المطالبة القوى السياسية إنها ما توقع ككتلة أو كتحالف. القوى السياسية المتكتلة دي مع الاحترام للجان المقاومة هي سابقة في النشأة أو في النضال للجان المقاومة. وقوى الحرية أساساً قائمة على فكرة التكتلات. أنا أشرت لها قبل 5 تكتلات كونت قوى الحرية والتغيير. نعم. إذا أنت ماشي باتجاه الوحدة معلش أكمل الفكرة. تفضل. أنت تعتمد الكيانات المتوحدة الغايمة ولا الطالبة بأنها تتفكك. نفس المستوى بنلقى نفس الرؤية دي في الميثاق في أنه لجان المقاومة ما توقع كمدن توقع كتنسيقيات. ده اتجاه برضو ماشي للتفكيك. نجي بنفس المستوى في النقابات مثلا اتحاد العمال يجي داري يوقع يقول لي لا تجي توقع نقابة نقابة وكذا. نعم. ده اتجاه غير صحيح. في نقطة مهمة جدا. هذا هو استهداف للحرية والتغيير ككتلة. الحرية والتغيير استهدفتها الفلول وعجزت
وفي الآخر واجهتها بانقلاب، وما تزال قوى الحرية والتغيير هي قوى الحرية والتغيير اللي تشكل أغلب القوى السياسية والفكرية والمهنية في البلاد. نعم. نقطة أخيرة طالما جيتي في الميثاق، أنا أشرت برضو في تصريحي وأنا قلت مش بغرض الإثارة، قلت إنه اللجان اللي عدت الميثاق ده عليها تراجع النقطة دي فيما يتعلق بشكل الحكم. نعم. دي حقيقة. ننتهز برضو الأستاذ أحمد موجود معنا، الموارد في الميثاق حول شكل الحكم محتاج إعادة مراجعة. أستاذ أحمد نريد رأيك، لكن بعد مختصرة المسألة في رئيس وزراء، رئيس وزراء متمتع بالسلطة التنفيذية ويشرف على السلطة التشريعية وهو القائد العام للقوات المسلحة، وفي نفس الوقت ما في أساس دستوري له إنه بعد يتشكل المجلس التشريعي يجي يضع المجلس التشريعي أساس دستوري. ففي الفترة دي كلها رئيس الوزراء جمعنا في يده كل السلطات، ده يمارس السلطات دي كيف؟ وليه رئيس وزراء كفاءات وطنية مستقلة؟ ما دي كانت محور صراعنا مع المكون العسكري نفسه. نعم. المكون العسكري هو كان مصر على كفاءات وطنية مستقلة مع احترامنا للكفاءات. لماذا التمييز بين كفاءة وكفاءة؟ نعم. وما المقصود بالمستقلة؟ نريد أيضا رأي الأستاذ خالد أبو حميدان فيما يخص تحفظ قوى الحرية والتغيير، أنها لم تعلن عن موقفها ولم تدلي بأي رأي إلى الآن. لا أنا معليش لو سمحت لي، صحيح قوى الحرية والتغيير لم تتحفظ في أي تصريح قالت تتحفظت على الميثاق. ده ميثاق مع مواثيق أخرى لابد أنه نشكل رأينا بدراسة، فأنا أشرت أنه بكرة في اجتماع حيناقش هذا الموضوع مع موضوعات أخرى. نعم. زي ما قام حزبنا في تنظيمات العاصمة ناقشوا وحيسلم لجان المقاومة رؤية دي مكتوبة غدا. نعم. ويشوف داير يتناولها في الإعلام ولا ما يتناولها. نعم. نريد رأيك أيضا أستاذ خالد أبو حميدان. أول حاجة بضم رأيي لأستاذ عادل أنه هو الميثاق كان إقصائي وافترض حلول، يعني افترض حلول من جانبه. يعني عندنا المادة الثالثة الفقرة الأولى أشار أنه أشار لنظام الحكم، النظام الحكم هو يفترض أنه يكون فيدرالي، وهذا افتراض ساعي. يعني أنت بتكلم أنه أنا حكومي مجلس التشريع، المجلس التشريعي هو الحيغير في نظام الحكم. أنت ما ممكن تستبق تكوين المجلس التشريعي وتفرض رؤيتك. ممكن في 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 رؤى، في رؤى تفرض الولايات، في رؤى تطلب حكم الأغاليم، ده جزء من الإقصاء. يعني أنت جهزت قلبك جاهز وداير ناس يجي يوقعوا لك على القلب الجاهز، دي حاجة. الحاجة الثانية في الأحكام العامة في المادة الثانية الفقرة الثانية أشاروا لاعتزال القوى السياسية عن المشاركة طيلة الفترة الفاتت، شاركوا من 11 سبتمبر حتى الآن، افترض أنه يقدموا اعتذار. هو المشاركة السياسية كانت عبارة عن تقدير سياسي، نحن ما بنرفض على زول أنه في تقديره السياسي كان خاطئ إلى صواب. الفقرة المحشوة في الميثاق دي بتقصي تماما منشودات الحريه والتغيير بطرفيها تماما، بتعمله اقصاء تام لانه هي عباره عن مواد محشوه داخل الميثاق. نحن ممكن نعزيه لحدث تجربه الشباب، في الصياغه كان محتاج لها ضبط اكثر، وما بيتكلم عن حاجة الا موضوع الاقصاء. طول الحكومات الموجوده على السودان دائما قاعد تقصي طرف، والطرف هو اللي بيقوم بانقلاب عسكري. حسي انا لو افترضنا جدلا الحكومة استلموها ناس ليال المقاومة بموكب بانتفاضة شرعية موجودة، هل حيستمروا في نفس النهج؟ هل أنا أقصي مواطن؟ هل أنا أقصي لي جماعة سياسية؟ هل أقصي كتلة الحرية والتغيير؟ أكبر كتلة وجدت على تاريخ السودان. لكن مراقبون أشاروا إلى أن إعلان الميثاق الآن بمثابة إنهاء لحقبة الحرية والتغيير، نريد رأيك. هو دي عبارة تكهنات. الحرية والتغيير أحزاب ضاربة في السودان منذ القدم. كمثال يعني الحزب الشيوعي ضارب في أرض السودان في الواقع السياسي من 47، حتى بقيت الأحزاب. يعني أنا ما أقدر أذكر التاريخ الحقيقي لبداية حزب البعث في السودان، لكن شارك في كل الديمقراطيات الموجودة. يعني أنا ما ممكن يتلغي لي بمبادرة، أنا مصر على كلمة مبادرة لأنه في النهاية استيل الآن مبادرة. للآن هي ما قدمت حل، هي وضعت مشروع لحل حسب رؤيتهم، ما حسب رؤية الشعب السوداني كامل. يعني الحرية والتغيير أنا بعتبرها إنه مكون أصيل بطرفيها، هي مكون أصيل في المجتمع السوداني. عشان تبقى هي عبارة عن ميثاق لابد إنه كل القوى السياسية تتواصق على الميثاق بغض النظر عن مسماه.
تواصلنا من قبل في ميثاق الحريه والتغيير كاكبر كتله موجوده في السودان. ده انا ممكن اسميه ميثاق، لكن اللي بيقوم بها الكتل السياسيه براها هي عباره عن مبادرات ما ميثاق. استاذ احمد، يعني بعد حديث مهندس عادل خلف الله وايضا الاستاذ خالد ابو حميدان، نريد رايك، وخصوصا انه هناك اتهام للجان المقاومه بانها صاغت بنود الميثاق دون الرجوع للقوى السياسيه. طيب ممتاز. اول حاجه يمكن بدي اعلق على موضوع السلام وما السلام قبيل، لانه في نقطه فاتت علي. لما يكون في زول ماسك السلاح وانت بيقوم يقول لك يا اخي اذا مثلا مركت ضدي هنخش في حرب اهليه، ده بكل بساطه بيقول لك انه انت لو مركت انا هديك طلقه. بكل بساطه ده هنا. وغير كده الموضوع مراجعه اتفاق سلام جوبا مذكوره في مبادره فولكر، حس الحوار السياسي طلع من اليونيمات. المبادرات بتاعت فولكر اللي بيبشروا بها دي نحن كنا رافضينها، مكتوب فيها مراجعه اتفاق سلام جوبا. فيلا هنا انا هنتقل بعد ذاك للسؤال. في حاجه لازم اوضحها ثاني يبدو انها ما وضحت، انه ميثاق لجان المقاومه ده خاص بلجان المقاومه اللي هي ده من اقل حقوقها كجسم، انه تقول يا اخي انا الجسم الفلاني داير كده، وده اللي انا شايفه، ده شكل الدوله اللي انا شايفه. بعد ذاك شكل الدوله دي اذا فيه اخطاء تكنيكال، الحاجات التكنيكال زي رئيس الوزراء ما بتتعالج، دي حاجات تكنيكال بتعالج مع الزمن وبالمناقشه داخل لجان المقاومه ذاتها. لكن هو حاجه للجان، ومن اقل حقوقها كجسم زي ما قلت انه يا اخي انا ده دي مطالبي، ده شكل الدوله اللي انا دايره، المعي منه. ما في زول جر زول او غصب وقال لي وقع على الحاجه دي حسي، ما في زول قال كده. ده اللي انا دايره المتوافق معي يجي يوقع، الما داير ما في اشكال. فالثلاث سنين اللي فاتت يعني ممكن تكون ورتنا حاجه، ورتنا انه اول حاجه قول الحريه والتغيير حاليا ما اكبر جسم يعني سياسي. ذاك اول حاجه تفكفكت يعني في كميه من الاحزاب واللي هنا مرقوا منها. غير كده اكبر جسم سياسي قاعد حاليا هو لجان المقاومه والتنسيقيات المختلفه. اذا انا الليله قاعد بيكون في اجتماع مثلا في الحله فيه 24 نفر قاعد فيهم، من واحد حلاق لحد زول صيدلي لحد زول عاطل عن العمل لحد طبيب، كلهم بيقعدوا مع بعض وكلهم بيمرقوا براي واحد يخص اهل الحي. بعد ذاك بيمرقوا ممكن يمرقوا فيه ل 700 ل 1000 نفر، وديل كلهم بيجوا بيتناقشوا بعد الموكب في السياسه وشكل الدوله ونحن دايرين شنو. ده هنا بيعتبروا اكبر تحالف سياسي، اكبر تحالف سياسي وتنسيقيات لجان المقاومه المنسقه مع بعض واصله لحد الولايات. والدليل على كده انه من قبل الانقلاب ذاته، من قبل 25 اكتوبر 21 اكتوبر الموكب المرق ده كان ممرقه لجان المقاومه، 30 يونيو المرقت 2020 كان ممرقه لجان المقاومه. ممكن الناس ترجع وتراجع يعني اعداد الناس المرقت ده كله، ده بالشغل القاعدي. فاكبر تحالف سياسي قاعدي اللي هو قاعد يفكفك مش في الانقلاب بس، في الدوله، في الدوله السودانيه القايمه على الاستغلال وقايمه على القتل والنهب و قاعد تفكفك من تحت بيقول لي بشغل قاعدي عظيم جدا. فهنا يلا انا بستغرب انه مثلا المطالب تكون يعني قال عنها جذريه، انا ما اعرف المطالب الجذريه دي انه ما دارين نموت، دارين عيش، دارين كهرباء، دارين مويه، دارين صحه، دارين تعليم. انا ما فاهم الجذري في الحاجات دي شنو. نعم، لكن استاذ احمد يعني انت تحدثت عن انه هذا الميثاق هو خاص بلجان المقاومه، مرحب باي مكون يمكن ان ياتي معكم او يريد ان يكون مع هذا الميثاق؟ تحدثت في بدايه الحلقه عن انه يمكن ان تكون هناك ملاحظات. ما هناك exactly الملاحظات هتكون من لجان المقاومه، والملاحظات ممكن تكون من بما لا يلغي جوهر الميثاق حاليا. انا لما مثلا اي طرف حاليا من الاطياف السياسيه مع احترامي يعني للضيوف لما يعلق على الحياه التكنيكال او مثلا رئيس الوزراء او كده، المشكله الاساسيه بتكون الحاجه اللي هم مهما اختلفوا، اذا قوى الحريه والتغيير بشقيها مهما اختلفوا هيتفقوا في حاجه واحده، هيتفقوا في شنو؟ في انه الميثاق ده اقصائي ده بيشيل الجوهر بتاع الميثاق اللي انا قلته. ما في حاجه اقصائيه، ده الاقصائي بمعنى شنو؟ بمعنى انه يا اخي اللجان ما مفترض تعمل كده، ما مفترض يكون عندها قرار سياسي مستقل. حاليا اللجان بما انه هي جسم سياسي قايد الشارع
جسم سياسي مستقل من حقه تماما انه يكون عنده ميثاق، من حقه تماما. نعم. المراقبين ايضا اشاروا الى ان اعلان الميثاق الان يعني مثابه انهاء لحقبه الحريه والتغيير، نريد رايك. طيب هو طبعا الحاجه دي يعني ما فزول بيقدر يجاوب عليها، لكن اللي انا بقدر اقوله في الموضوع ده انه من قبل 25 اكتوبر لو الناس راجعت فتره الشراكه كان بيمرقوا مواكب، كان لجان المقاومه اللي بيمشوا بيعتصموا في المحليات ومثلا الغوا نظام الوكلاء وبيوزعوا العيش والغاز، وكان لجان المقاومه اللي هي فعليا يعني الشعب اللي كان يعني طوال فتره حتى الشراكه دي بيقتل في المظاهرات، بيضطهد، الاوضاع الاقتصاديه مدهوره جدا. في الفتره دي كلها كان بيدافع عن الشعب، بيدافع عن اهل حيه بكل كان لجان المقاومه، كان لجان المقاومه، بينما الاجهزه الامنيه اللي كان مثلا قوى الحريه والتغيير كانت مشاركه لها كان بيقتلوا فينا. حتى بتذكر في موكب 30 يونيو كان الشرطه قمعتنا قمع شديد جدا 30 يونيو 2020. واحد من المنتمي لاحد الاحزاب السياسيه كان طلع وشكر الشرطه انه قامت بدورها وكده يعني دور الاساسي. نعم، بعد حديث استاذ احمد عصمت يعني مهندس عادل خلف الله، يعني لجان المقاومه هي المحرك الرئيسي للشارع وللتظاهرات، في حاله تمسكها ببنود الميثاق هل نتوقع حدوث شرخ بينه وبين المكونات الاخرى؟ انا لاحظت في اسئلتك في تكرار لانه مراقبين قالوا لجان الاعلان ميثاق لجان ولايه الخرطوم الحريه والتغيير انهاء الحريه والتغيير دي يعني مفرده اتكررت كثير، وكانت جزء منها التمهيد لانقلاب 25 اكتوبر حديث متداول، وبعد ما تم الانقلاب ايضا وجمعت القوى الانقلابيه قبيل انقلابها مجموعه باسم الحريه والتغيير في قاعه الصداقه قيل انه تم انهاء دور قوى الحريه والتغيير. ده بياكد انه وده حقيقه الانقلاب في جوهره هو كان انقلاب على قوى الحريه والتغيير ما على السلطه، لانه السلطه قوى الحريه والتغيير عندها عدد من الوزراء فيها، في وزراء ممثلين للتجمع المدني، في ممثلين للتجمع المهني، في ممثلين لشركاء السلام، وفي وزير دفاع وزير خارجيه ممثلين القوى العسكري. خلوا دي كلها بس ماسكين على قوى الحريه والتغيير، دي نقطه مهمه، وانا اعتقد انه على لجان المقاومه انه تنتبه لها. في مخطط من فتره طويله جدا لعبة الإنغاز فيه دور كبير جدا، وبعد ذاك دوائر إقليمية على خلق فوبيا معادية للأحزاب. إذا لجان المقاومة هي واحد من الفصائل الوطنية اللي بتناضل من أجل الديمقراطية، نقول البديهية دي إنه لا ديمقراطية. من المخطط هذا في الأجل؟ لا أكمل الفكرة، إنه ما في نظام ديمقراطي بدون حزبية وأحزاب، وبالتالي المخطط ده في جزء منه مفتعل تناقض ما بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، وهذا غير صحيح. نحن في قوى الحرية والتغيير لا نرى أن هنالك مزاحمة أو منافسة سلبية ما بيننا وبين لجان المقاومة. وأضرب مثل بسيط، يعني نحن التجمع بتاع المحامين البعثيين طلع قبل 10 يوم تقريبا نعي لواحد من رفاقنا المحامين اسمه الفاضل ساكن في الدروشاب، اتوفى. لجان المقاومه في الدروشاب ثاني يوم جات العزاء وطلعوا في صفحتهم، ممكن ترجعوا لها، قالوا انه استاذ الفاضل ده معددين كريم خصاله هو اسس لجنه المقاومه في الدروشاب. نعم. نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي ما كنا قاعد نقول انه عندنا واحد ولا عندنا اثنين. الدائر اقوله لاحمد وللي بيسمعون انه لجان المقاومه دي هي ما حزب، واللي بيفكر في انه يحولها لحزب حيفتكها. نعم. ده عشان كده في المقدمه حقه انه لجان المقاومه تعرف نفسها. اثنين، هي تنظيم ديمقراطي. نعم. مستقل، فيه حزبيين وغير حزبيين، فيه منتمين وغير منتمين. نعم. وموجودين استاذ خالد يعني ايضا بعد حديث المهندس عادل موجودين في كل حته. نريد رايك ايضا في حاله تمسك لجان المقاومه ببنود الميثاق، هل نتوقع حدوث شرخ بينها وبين مكونات القوى السياسيه الاخرى؟ في عجاله.
هو الشرح حيحصل بنفس الاضافه اللي اضافه استاذ عادل، يعني انه هي يعني المقاومه اللي رفضت الاحزاب هو ده الشرح الحقيقي اللي حيحصل يعني. لكن انا اصلا بنعتبر انه المقاومه هي جزء اصيل من مكونات الشعب السوداني، يعني من حقهم يبدوا ارائهم في اي حاجه، لكن لا ديمقراطيه من غير احزاب، لا سياسه من غير احزاب. هم في النهايه حتى الان هم عباره عن قياده افقيه، ما عنده حتى جسم مركزي عشان يشكل لنا مثلا مخاطره. يعني المقاومه حتى الان ما قدمت طلب انها تخوض الانتخابات، وحتى لو قدموا طلب انها تخوض الانتخابات حتى لو كونوا جسم مركزي، انحب بالنسبه لنا ما حيأثروا معنا في حاجه يعني. ما هو في النهايه الدائره الانتخابيه بتعتمد على البرامج جدا. يعني المقاومه قدمت برنامج فلتفوز هي بالانتخابات، قدمنا نحن برنامج فلنفوز نحن بالانتخابات، هذه هي الديمقراطيه. نعم. لا نخشى لا لا ما اقدر اقول لكم انتم اعداء، يعني اعداء في السياسه فقط يعني. لا ما بنخشى العدو القوي، يعني العدو القوي حيخلينا انا اطور برنامجي. نعم. اذا شكرا لك الاستاذ خالد ابو حميدان عضو تجمع الميثاق الوطني. وصلنا الى الختام. شكرا لك استاذ. شكرا استاذ احمد عصمت المتحدث باسم لجان مقاومه الخرطوم. شكرا لك. اذا شكرا لك مهندس عادل خلف الله القياده بالحريه والتغيير. انا شاكر لكم ولاهتمامكم بالقضيه. شكرا لك. الله يخليك. اذا مشاهدينا وصلنا الى الختام، في امان الله.